صديقنا ماهر موجود، حضر حضر اذا حضر الآن بطل التيمم. هلا مسامات، هلا عدو المرأة في السياقة. في الحارة عندنا من فترة بنات سايقين سيارة وفي واحد عامل ثلاجة سبيل المي، كيف قدروا يخبطوها ما أعرف يعني، تمام، وعلقت الأسلاك تبعها والمواسير في السيارة، ساعدتهم يعني، بس قلت لهم والله أنا شايف حوادث أشكال ألوان، لكن حوادث تصادم بين سيارة وثلاجة ما شفنا إلا لما سقتهم. لا بس انا المراه بالعكس، انا اشوفها صحيح تصير هاي الاشياء، بس انا ملاحظ المراه اكثر التزاما واقل تهورا من الرجل. الرجل دائما نافر وعنده نوع من الاقدام اكثر من المراه. المراه متحفظه طبيعتها. شنو رايك بموضوع العراق؟ تابعه؟ عندك فكره عنه؟ اتبع زواج الصغيرات، ايه ما اعرف وين صار العراق، والله ما اعرف يعني، هو ما عندنا اعرف. قرار، عندنا تعديل، حتى ايش رايك في الموضوع؟ انه تعديل، هناك مجموعه من جماعه الاطار يسموهم، او جماعه يعني الاحزاب المرتبطه بايران نعم. شيعيه، فهؤلاء عندنا قانون الاحوال الشخصيه صدر سنه 59. هذا جزء من القانون. دول اجتمعت لجنه، هاي اللجنه بسنه 59 ايام عبد الكريم قاسم، هاي اللجنه طلعوا قانون الاحوال الشخصيه، ضمنه جابوا خبراء من جميع الفقهاء في المذاهب في العراق في ذلك الزمان، ووصلوا الى صيغه يضعون بها قانون الاحوال الشخصيه لكل فرقه وكل مذهب وكل نحله دينيه. الان سووا عمليه بها توافقيه بين الفقهاء، يعني بعض احكام الزواج، سن الزواج مثلا حددوه سن 18، هو ممكن بعض المذاهب اللي تقول سن الزواج 9 سنوات مثلا او 13 او لا يحدد، حددوه بسن اقل شيء اعتقد 13 او 14 سنه. الان اجوا دول يقولون لا، يقول هذا كله ضد الشريعه، وهاي الدوله تقف ضد وجه الشريعه، واحنا نريد نعيش ونطبق مذهبنا، واحنا نزوج ونطلق بكيفنا، والحضانه ليست للمراه. شنو حضانه المراه؟ لا توجد حضانه المراه، الحضانه سنتين للمراه وبعد ذلك الرجل ياخذ اطفاله. الان هي هاي الضجه بالعراق على هاي القضيه. شو علاقه رجال الدين بالزواج؟ وحسب الروايه الدينيه الزواج خلق قبل الاديان، يعني عندما خلق الله ادم وحواء كزوجين لم يكن هناك دين اصلا يعني، فالزواج قبل الدين موجود، ولا اعتقد، لا اعتقد ان الحق لرجل الدين ان يتدخل في هذا. من اين اتى هذا؟ يعني من خلال، يعني انا ارى الفتره الامويه والعباسيه هي فتره انحدار دور المراه، والاثر الروماني، ايضا كان المراه كانت محتقره، وحتى في اثينا لم يكن لها هذا الدور. المجتمع العربي البدوي امتلك حقوق للمرأة هائلة جدا، يعني مثلا لو أتينا إلى تاريخ البشرية كاملا، أجد مثلا إن هندوانا ابنة سارجون الأكادي شاعرة، لدي حوالي 7 أو 8 شاعرات من شاعرات الحانات في أثينا، سافو وإيرينا وغيرها من الشاعرات، ولا أجد شاعرات في تاريخ البشر كاملا إلا في جزيرة العرب، لدي 1135 شاعرة في الجاهلية. والشعر يحتاج إلى مقدرة، ويحتاج إلى حرية، ويحتاج إلى إلقاء، ويحتاج إلى مكانة. لا يستطيع أن أي شخص أن يكون شاعرا في 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 قبيلة. فوجود 135 شاعرة هذا يعني يعطينا مكانة المرأة في تلك الفترة، رغم ليس لدينا تدوينات لكن لدينا ما قال. وقبل الإسلام أيضا في جزيرة العرب الأمة الوحيدة التي أفرزت ملكات. يعني لدينا مثلا كوبابة في العراق، لدينا زنوبيا، لدينا حتشبسوت، لدينا مرتنيت، سميرميس، هؤلاء ليسوا ملكات، هؤلاء زوجات الملك، صح. أصبحوا وصيات على العرش بسبب أن الملك مات وولي العهد صغير، واستولت زنوبيا على الحكم، واستولت حتشبسوت على الحكم، ثم هؤلاء، هذه أزاحها الرومان، وتلك أزاحها تطرس. لكن في جزيرة العرب لدي ملكات تأهلوا إلى الملوكية مباشرة، نجد أسماءهم في النصوص الأشورية، زبيبة وياتع وشمس وغيرها، 7 أو 8 ملكات، وحتى لدينا لاجئة سياسية لجأت إلى أشور من 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 دوبة الجندل، لاجئة سياسية قالت اللعنة الله على العرب، لعنة الرب على العرب، ولجأت إلى أشور، واحتفى يعني احتفظ بها بحفاوة، أو استقبلت بحفاوة في أشور، ويعني جرى لها ما يعني من ترتيبات ملكية إلى حد كبير. حتى بداية الإسلام امتداد دور المرأة وحقوق المرأة كانت امتدادا لدورها في الجاهلية. ف يعني بدأ الانحسار، أرى أنه بدأ مع فترة الفتوحات وفترة السرايا، هنا يعني المرأة الحرة التي تخص الفاتح
وضعت لها قيود خاصة على حساب اللا قيود الموجودة للجارية والأمة والقين والمعضية، وكل واحدة لها وظيفة في هذا المجتمع. أعتقد أن فترة الفتوحات هي الفترة المدنية، يعني إلى اليوم لا يوجد بدوي ضرب امرأة. عند البدو المرأة لا تضرب حتى لو زنت، تعاد إلى بيت أهلها، لا تعاقب. لدينا مثلا حقوق هذه المرأة في أن يعني لا يؤخذ منها بثأر، فثأر المرأة إن قتل رجل امرأة فإنه يدفع دية 4 رجال. وحتى يعني لو يعني قتل رجل امرأة قتلت والده فإنه يصبح هو المطلوب في الثأر، هاي في جريدة العرب إلى اليوم. لا لو كان لديك ثأر مع رجل ما قتل قريبك، أخوك، أبوك، وشاهدته يسير مع امرأة سواء أخته، بنته، زوجته، إن قتلته فأنت تصبح الملام وليس هو، أنت تطالب، بدفع الدية. حقوق المرأة أنا أرى أنها يعني في الفترة الإسلامية كانت جيدة. لدينا حديث عن مثلا الرسول علم إحدى زوجاته القراءة والكتابة، خلال المرأة كانت تأتي تبكي عن النمل أو كذا، وكانت تعلم القراءة والكتابة، فطلب منها أو من زوجتها أن تتعلم القراءة والكتابة. لدينا المجادلة والحادثة الشهيرة والتي بها آية، خالدة التي أتت إلى رسول الله وجادلت في القرآن وأنزلت آيات على رأيها تقريبا. لدينا مثلا بعض الحوادث الأخرى، الخنساء وتهاجيها مع دريد بن الصم وهو من فرسان جزيرة العرب، سارة التي هجت جويدة الغساني أيضا شاعرة، هجت ملك الغساسي من ملك العرب. أنا أرى أن فترة الفتوحات هي التي يجب أن يعني توضع تحت المجهر، هي الفترة التي بدأت تتهاوى بها حقوق المرأة. هناك طبعا نظريات كثيرة عن عصر أمومي والفترة اللي كانت الملكة مع الأم، المرأة هي المعبودة أو كذلك. لم أرى أنا أي دليل من التاريخ ممكن يدعم هذا الكلام، أرى أنها عبارة عن فرضية رومانسية بعض الرجال أو بعض الباحثين. الحجاب مثلا لو طلعنا عليه من أين أتى مثلا، نجد أنه موجود في كل النقوش القديمة في جزيرة العرب وبلاد الرافدين، بمصر لم يكن موجودا. عندما أقيم المعبد كان هناك طقوس أساسية هي التواضع عند دخول المعبد، فالرجل كان يحلق شواربه ويحلق شعره ويدخل المعبد برأس أقرع، يعني البعض جاهز للتعبد يعني كما نرى في الشاشة تمام، ويدخل بتواضع إلى المعبد. المرأة لم يكن لائق لها أن تحلق شعرها كونه جزء من جمالها، فكانت تغطيه، فأصبحت تغطية الشعر جزء من التواضع للمعبود، وحلاقة الشعر جزء من التواضع المعبود بالنسبة للرجل على خلاف المرأة. فأنا أرى أن أمام تراكم تاريخي مدني، أنا أرى أن المدنية هي التي أساءت للمرأة أكثر من البداوة. البداوة أعطت للمرأة حقوقا لم تعطها المدن. عندما يتمدن البدوي هنا يقع في حيرة أنه يعني تحت ضغط المدني السابق وتحت ضغط يعني فلا يجد متنفسا إلا عائلته التي يستطيع أن يضغط عليها. ربما هذا من الأسباب. لدينا قصص كثيرة عن يعني قصة أبو جهل الشهيرة عندما حاصر بيت الرسول وأراد أن يقتل فقالوا يعني نطوا على بيته هذاك هو مقتله، قالوا تقول العرب روع الحكم بنات محمد. حقيقة هذا موجود إلى اليوم. ربما العينة الأدق تستطيع أن تراها في سيناء، عند قبائل سيناء هي آخر من امتلكت أو ما تزال تمتلك العادات القديمة اللي ما قبل الإسلام لحقوق المرأة، والعينة في سيناء يعني يمكن أن يفيدنا فيها بعض أبناء سيناء، وأتمنى أن تجري معهم حلقة في هذا، فهم العينة القلعة الأخيرة لحقوق المرأة في المنطقة العربية. تحياتي. والله غريتني على هذا الموضوع، يعني شيء ممتاز. بس ملاحظتك عن المدنية أساءت للمرأة فيها شيء من الصحة برأيي، أو عندي اطلاع على أنه المرأة في المجتمعات الرعوية والزراعية مهمة جدا جدا مهمة، ولا يمكن استغناء عنها، لأنه أنا أعتبر العراق، أنا عن خبرتي أتحدث، المرأة عادة تكون هي اللي تزرع تقريبا، والرجل يعني قاعد كما مفنقع حيش قاعد وفاتح رجليه ودشداشته، وهو يعني ملك زمانه، بينما المرأة هي اللي تحطب وتجيب الحطب وتشعل النار وتزرع وتبذر البذور، يعني كل شيء تسوي. لهذا السبب عندما تيجي على مجتمعات الزراعية حتى التقليد تقديم المهر، أن فكرة المهر لماذا أقدم مهر للزوجة؟ لأنك تأخذ قوة عمل موجودة عند العائلة الأخرى، يعني تسلبهم قوة جبارة. يعني العائلة مثلا عندهم 4 بنات مثلا أو 2 ويوم ولد، فأنت تأخذ منهم يعني 25% مثلا إذا 4 بنات من قوة العمل،
فبالتالي يجب أن تدفع مقابل هذا الموضوع. بينما في مجتمع مصري مثلا لا، المرأة هي تدفع أيضا، لأن النمط يختلف، نمط الحياة يختلف، مو مثل نمط الزراعة. بينما تجي على إذا تطلع، وأنا أذكر كتاب قديم أو مصدر قديم يقول المجتمع المدني عندما بدأت الثورة الصناعية بدأ الرجال يخرجون للعمل، فالمرأة لم يعد لها دور، قل دورها، وأصبحت وظيفتها موجودة في رعاية الأطفال. الرجل يطلع يشتغل عامل في الورش، المجتمع الصناعي بشكل عام بالمعامل الأنسجة. بعد ذلك عندما ظهرت يعني بالقرن العشرين ظهرت تسعة يعني فترة متقدمة، ظهرت حاجة للنساء في المعامل الأنسجة، بدأت ترجع الأمور شوية. فأنت كما قلت يعني جزئيا أنا في حسب معلوماتي يعني جزء معلوماتك أكثر، المرأة المدنية أساءت للمرأة لأنه قلت قيمة أو قدرتها على العمل يعني. لكن لماذا لا نشير إلى نقطة أخرى مهمة، وهي أن هناك أكثر نوع من البدوي، يعني هناك البدوي الراعي الغنم، هناك البدوي المزارع. يعني مثلا البيئة في جنوب العراق هي زراعية، ولكن مع ذلك تجد هذا الشخص ليس مدني بالمعنى الحديث، لا يزال يعيش في نوع من البداوة. فأنا أعتقد أنه صحيح أنه قبل الإسلام البداوة كانت حال المرأة في ما قبل الإسلام أفضل. أنا في رأيي أن الإسلام أساء للمرأة لأنه تحول من بيئة البداوة إلى بيئة الإمبراطورية، وكما يقول ابن خلدون يعني إذا انتقد البدوي ليصبح حاكم يعني تكون هنا الكارثة، يصبح هو طاغية، يعتبر كل شيء هو غنيمة. يعني في البيئة البدوية هناك نوع من ثقافة الغنيمة، أنه يجب أن أحصل على الغنيمة قبل أن يحصل عليها ابن القبيلة الأخرى. لا لا لا، في حروب الجاهلية لا يقترب أحد من النساء باستثناء العامريات، العامريات الذين يشاركون في المعركة في الهزيج ويشدون من يعني الأزل. أما في السبيل غير موجود في الجاهلية، يوجد أسر عبلة أسرت وهجع عامر بن الطفيل عنترة الذي هرب بجواره الأغر وترك عبلة للفديان وإلى آخره. لكن عملية أسر تبدأ بعدها عملية مفاوضات، ثم تحل القصة بهذه المفاوضات وتحل العداوة، لكن لا يوجد أسر في الجاهلية. الحروب كانت تنتهي في أرلايت، كانت لا يتقاتلون في الديار، يتقاتلون خارجها، يخرج هذه القبيلة والرجال وبعض النساء العامريات ويتقاتلون. إن هزمت هذه القبيلة فإنهم يتجهون إلى المراعي، يأخذون البعارين، يأخذون الغنم، لكن ما يقربوا على المساكن ولا يدخلوا المساكن. يعني مثلا عندنا غزوة أحد انهزم المسلمين وقريش بينهم وبين المدينة مكشوفة، والمسلمين التجأوا إلى الجبال، فعادت قريش قفلت وعادت، لكن المدينة لم يكن هناك أحد يحميها ومليئة في النساء. ليس لدينا أسر حقيقي، الجواري لا يوجد جواري، لا يوجد يعني من هذه القبائل لا تقوم بعض الجواري ولا تدخل المضارب مطلقا. دور المرأة، الرجال كانوا سواء مقاتلين أو كانوا رعاة أو كانوا تجار بخور أو غير ذلك، هم يغيبون عن بيوتهم شهور، لذلك المرأة أخذت مكانتها. يعني مثلا اتهم زوج هند بنت عتبة، اتهمها بالزنا وذهبوا إلى عراف، العراف برأها لكنها لم تعد إلى بيتها، عادت إلى بيت أهلها. وهذه الحوادث نجد عنها يعني كثير روايات في الجاهلية، وبقيت نجد في الصدر الإسلام، نجد مثلا الشاعرات بقيوا حتى في الفترة العباسية، بعدها تختفي الشعر، تظهر مثلا زوجة معاوية وهي ميسوم بنت بهدل، هي شاعرة سريانية مسيحية تزوجها معاوية، وأول شاعرة ظهرت في السريانية بعد إيرينا التي كانت يعني شاعرة حانات في أثينا، صاحبة قصيدة الفراش الشهيرة وكتب فيها ميلاغروس وغيره. نجد أول شاعرة سريانية هي امرأة ميسون بنت بهدل عندما تزوجت معاوية، وهي والدة المذكور يعني يزيد، ولها القصائد. قصدك مو هند بنت عتبة وغيرها؟ لا، ميسون بنت بهدل زوجة معاوية بن أبي سفيان والدة يزيد. ميسون هند هي أم معاوية. هند أم معاوية، ميسون زوجته هي أم يزيد. ديك صح. عن صورت على تحدث عن معاوية. ميسون مسيحية يعني معروف. أستاذ مهر، أنا متفق معك في يعني كلامك 100%. هذا هو قصدي، أنه الثقافة العربية قبل الإسلام كانت أفضل، لأنه لم نسمع مثلا عن امرأة ترجم فيما يسمى بالجاهلية. بالعكس يعني المرأة كانت تمارس حريتها، يعني بينما جاء في
عصر الإمبراطورية، عصر الانحلال، يعني أن الدولة أصبحت هي التي تأسر الناس وتستعبد الناس، مثل حال الدولة الرومانية وغيرها، يعني صار نوع من الاستعباد للبشر. صحيح، حتى الفترة العباسية نجد مثلا سلمى البغدادية شاعرة كانت يعني ماجنة في شعرها، وكانت تتغزل بنفسها: عيون مها الصريم في لها عيني، وأجيال الضباء في لها أجيدي، أزين بالعقود وإن نحري لأزين للعقود من العقود، ولا أشكو من الأوصاب شيئا وتشكو قامتي ثقل النهود، ولو جاورت في بلد ثمودا لما نزل العذاب على ثمود. هذا يحتاج إلى مساحة حرية كبيرة هذا الكلام، صح. حتى أنها خالفت القرآن يعني، ودخلت في أوصاف، نجد أيضا ولادة وغيرها من الشاعرات، حتى طبعا سجاح، سجاح هي نبية يعني، لم تظهر نبية أيضا لدى أمة يعني إلا لدى العرب، وتبعها جيش عرمرم يعني. هي خرجت من ذات المكان التي كان منه ملكات العرب، زبيبة ويتعرض لها، هي من ذات الموقع الجغرافي في العرب. بس هي سجاح يقال من منطقة الجزيرة النينوى التميمية، هي من تقريبا منطقة الدومة، الدومة يعني دومة الجندري. نعم. بس هو سؤالنا تتحدث عن فترة الجاهلية، أنه زواج القاصرات هو تشريع إسلامي، فالسؤال هل كان ممكن أن تزوج الأطفال بعمر 9 سنوات يعني، أو هاي السؤال أنه كيف من أين جاء التشريع الديني بتزويج الطفل عمر 9 سنوات؟ هل المسألة أعمق من مسألة أنه الرسول زوج عائشة 9 سنوات؟ الجاهلية كانت العملية معكوسة، كانت تعدد للنساء وليس للرجال، يعني كانت المرأة تستطيع أن تتزوج أكثر من رجل، زواج الرهط، الرهط والضماد وغيره، يعني عدى حوالي 28 نوع من الزواج تتزوج فيه المرأة أكثر من رجل، الرجل يتزوج مرأة واحدة، وليس لدينا فكرة عن شخص من الجاهلية متزوج امرأتين. بالنسبة للفترة الإسلامية يعني أنا درست فيها وأمنا فيها ندوات أنا وأرنست عن يعني حادثة مثلا بني قريظة، حادثة شو اسمه المقوبس، لم أجد في إمكانية تاريخية لزواج الرسول من امرأة اسمها ماريا القبطية. من خلال تاريخ الأحداث المدونة، المقوبس يعني عاد إلى العراق أو استلم مصر حوالي 930 عندما بعد معركة نينوى، عندما هزم الفرس في المعركة وانسحبوا، كانوا يحتلون سوريا والعراق ومصر كاملة، هزموا وعاد أتى هرقل العام 930 إلى فلسطين، وهي أول مرة يرى فلسطين، وأوين المقوقس حاكما لمصر، وتوفي الرسول بعد أقل من سنة. كيف يتزوج الرسول ويخلف ولد ويعيش الولد سنة ونصف ويموت؟ إذن القصة غير قابلة. قصة أستاذ، هل تقصد 900 سنة منذ الإسكندر؟ لأنهم كانوا يستخدمون التقويم يحسبونه من الإسكندر. مش لا 630 نعم دائما أنا أغلط في هذا التاريخ، ما أعرف ليش. لدينا مثلا قصة بني قريظة، لو ذهبت إلى منطقة حصن مرحب يستحيل اقتحامه إلا من حلف الأطلس، يستحيل اقتحامه إلا من حلف الأطلس، عبارة عن جبل هائل جدا وعليه الحصن، وطريق صغير جدا، لو وقف شخص على السور الحصن ووضع جنبه حجار يوقف جيش كامل. قصة أنه شال الباب وما بعرف شو وإلى آخره وقتل أبوها، القصة على ما تبدو أن المسلمين عسكروا في الحقول التي تخص اليهود، يهود خيبر، واستولوا عليها، وتمت مفاوضات بهذا على جزية وغير ذلك، وانتهت القصة بهذا. ربما اليهود فعلا دائما في المفاوضات بين العرب كانت تنتهي بزواج، حتى بين الملوك في بلاد الرافدين أو في مصر نجد الملك رمسيس تزوج من كذا، والملك فلان تزوج من كذا، وأيضا ملوك بلاد الرافدين وفينيقيا و روما وأثينا. فيعني قصة زواج الرسول من طفلة أرى أنها قصة وضعت لاحقا، وبعد أن أصبح هناك فائضا من النساء وأصبح متاحا يعني كل الخيارات، فأرى أن القصة وضعت لاحقا من ضمن قصص كثيرة كالإسراء والمعراج وغيرها، ذبح تبعين خيبر وحكم الردة وغير ذلك. صحيح، هذا يعني هذا من صديقي من باب التحقيق التاريخي، لكن من باب التشريع هي قضية أثبتت و جرى العمل بها. أنا ذكر حتى ابن تيمية مثلا من باب من جماعة السنة مثلا، يقول عنده مقولة معروفة، يقول لا شلون بالضبط أذكرها، أدي كاتبها بالنص، يقول لم يحدد الشرع سنة معينة للنكاح، سواء ذلك يعني بالنسبة للسنة، لكن ابن تيمية ما أدي نص مالته بالضبط، يقول لا، المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي، فإن كره ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوجها ولا إذن لها. هو نفس الشريعة الشيعة
يقول لك انه الاب ممكن يزوج بنته الصغيره حتى لو عمرها سنه او 9 ايام او سنه او 9 سنوات، له حق ان يفرض عليها الزواج. هنا القضيه ابن تيميه عمل تحقيق في اولاد الجن اللي بيحطهم عند مصادر المياه الساخنه، واكتشف انه هناك في جن يعني عند مصادر المياه الساخنه لما تفتح مي حاره لازم تستاذن وتقرا الى اخره، ووصل الى الاله البازوزو. يعني الاله البازوزو الرافدي الكادي الاشوري كان هو اله شرير يضع اولاده عند مصادر المياه الساخنه، وكانوا يضعون له لوحه في الحمامات الاثرياء للبازوزو. اما الفقراء الذي لا يستطيع ان يشتري او يصنع لوحه رخاميه تمام كان يستاذن، ما بعرف شو ايش اسمائهم ولا ما اعرفهم البازوزو تمام. فيعني فابن تيميه اخذ تراث ما قبله، وجميع تراثنا نحن دخل في الاديان. لكن في عندنا مثل سومري، لن اتزوج طفله تبلغ كذا سنه، يعني ما اذكر كم سنه مذكور، يمكن 6 سنوات او 10 سنوات، لن انا لست حمارا لاتزوج طفله عمرها 6 سنوات. هذا مثل حلوه هاي، وين مشكوره والله في سومري. نعم في السومريه يعرف وين يعني ضمن الاساطير، اذكر يعني من قراءاتي اعتقد نقش موجود على نقش. لا ضروريه راح اسوي عليها بوست بالفيسبوك، هاي 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 راح اسويها اشعلها. نعم. لا هاي ما تتفوت، هاي لقطه. هاي واحدة من يعني من مكتشفاتك يعني او التقاطاتك القويه، انت مشهور بها طبعا. فهو القضية هنا المشكلة أنه أنت عندما يجي تشريع وزوج البنات، هذا يوضح المشكلة الكبيرة بين الدين وبين الدولة الحديثة. يعني لا هو قابل أن يكون أن يعالج هاي الإشكالات الدين، ولا هو قادر أن يفيد الناس ويقدم لهم شيء حقيقي. هنا المشكلة الكبيرة يعني اللي إحنا جايين نتحدث عنها. هم يعني المشكلة في كل شيء، ليس في هذا فقط، هم مشكلة في كل شيء. يعني أبتكر في إحدى القنوات وقت الكورونا، دعوني لأتكلم عن تاريخ الأوبئة، وفي الحلقة كان هناك قس وشيخ، فأنا سألتهم أنتم شو علاقتكم في الموضوع؟ أنتم شو علاقة؟ أنا عم بتكلم تاريخ، أنتم شو علاقتكم؟ من المفروض يتكلموا دكاترة، يتكلموا مخبريين، يتكلموا رجال يعني إنقاذ أو إسعاف أو غيره، لكن أنتم تصدروا في كل شيء. إيش هو كان الموضوع شنو؟ عن الكورونا. كورونا صح. نعم. هي لهم علاقة؟ لا، ما هي هنا قضية، هو يعني عامل سلبي دائما في كل شيء، دائما هو يعني سنفور زعلان. سنفور زعلان غضبان. سنفور غضبان. سنفور غضبان، فدائما مش راضي. وبعد ذلك عندما انت مثل المسلم في اوروبا يعطونه مساعدات، يعطون المسلم المتعصب مساعدات، ضمان صحي وغذائي، اولاده ياكلون يشربون بافضل المدارس، كل شيء، مع ذلك غضبان. كفره ملحدين، ملحدين طهدوني، ويستخدم القيم مالتهم قيمه الحريه والحريات الانسانيه يعني لصالحه. يعني هو سنفور غضبان وزعلان وكرهان، مو اكو واحد يكره، انا اكره كذا واحد ما اعرف شو اسمه، هو هذا السنفور العظيم. فهنا القضيه، خلينا نسمع. وضمن موضوع الزواج القاصرات، مثل ما قلت انت، انت تحدث عن كورونا، انت شنو علاقتك بالموضوع؟ هاي نفس المراه، هاي طبيبه متخصصه، تحدث عن مشروع زواج القاصرات، او هو طبعا انت متحدث مع الدوله الجرافين التعديل، يقول لك احنا ما متحدثين عن زواج القاصرات. يعني شوف الكتب التنظيمه، هو يقول لك احنا نطبق الشريعه، هو الشريعه يضمن هي تزويج القاصرات بامر يوم او يومين او 9 ايام وتسع سنوات، يعني 9 سنوات الدخول بها، باعتبار ان المراه صارت سمينه لازم 9 سنوات يعني راشده، يعني ليس عليه اثم، يعني بعد التسعه ليس عليه اثم. يعني اذا ماتت بالاثناء الدخول بها يجب ان تدخل بها على طريقه عادل امام، يجب ان تدخل بها، فهذا دخل بها بعمر 9 سنوات عادي، صارت مشكله انفجار بالرحم النزيف، وطبعا اكو حوادث مسجله بوفاه كثير من الصبايا والبنات، يعني الصغار اطفال. هاي المراه الطبيبه تقول لا يجوز، يعني انت من شوف امراه صار عندها مثلا حيض او بدت علامات الدوره الشهريه لاول مره لديها، هذا لا يعني انها اصبحت بالغه. فهذا التعارض بين الدين والعلم، التعارض بين الدين والدوله. فانت شنو رايك، يعني لماذا هذا الاصرار من قبل الدين على فرض شريعه شريعته رغم كل الأشياء المضادة؟ لا ماهر، صديقنا ماهر، يعني هو أنا أرى النزاع الأخير لرجال الدين في موجة التنوير الحالية. يعني أنا يعني بشوف أنه هم أصبحت الأرض تهتز تحت رجلهم كرجال دين، ربما خاصة يعني رجال الدين الشيعة، لأن المواطن الشيعي مرتبط في رجل دين بشكل مباشر، يجب أن يكون له مرجع، لا يمكن أن تكون شيعي سلاح مداح، يعني هيك مثل السني.
السني ممكن يولد ويتزوج ويموت ويزوج ويطلق وإلى آخره بدون ما يكون يعرف شيخ. تمام، أي شخص سني ممكن يصير شيخ وقت الصلاة، بإم الصلاة وتنتهي مهمته كرجل دين، يعني هي فترة الإمامة. في الشيعة ربما هي العملية أوضح لدور رجل الدين الشيعي أقوى من دور رجل السني. السني دوره من دور الحاكم اللي يضعه، في حين الشيعي أرى أن دوره هو الذي يضع الحاكم غالبا، أو له دور في وضع الحاكم والحاكم تابع له على عكس الرجل. هناك تيارات أيضا إسلامية، الأخوان المسلمين لهم سيطرة كبيرة جدا، وخاصة في فترات عندما يكونوا في المعارضة. الأخوان المسلمين في المعارضة رائعين إلى حد كبير، لهم يؤدون خدمات ويؤدون يعني مشاريع ويؤدون غير كذلك، لكن كل هذه بهدف الوصول إلى الحكم. هم يتجملون للوصول إلى الحكم، عندما يصلون إلى الحكم يبدأ الهبد الفقهي يعني. فأنا أرى أن رجال الدين الآن يظهرون أكثر مما يجب بسبب أنهم يشعرون أن الأرض أو السجالة تسحب تحت أقدامهم ويظهروا سيطرتهم على المجتمع. هذا اعتقادي. هو هذا هنا المشكلة يا صديقي، أنه المشكلة أنه أنت عندما تفرض هذه المسألة بعيدا عن المنطق، بعيدا عن أي ما كل ما يتعلق بفائدة الناس ومصالحهم، لأن أنت عندما تجي على الحقيقة ما معنى أن هنالك شرع الله أو شريعة الله؟ هي الشريعة هدفها شنو بالنهاية؟ هدفها مصلحة الإنسان وخدمته ورعاية مصالحه. فأنت عندما أنت تتضر الإنسان وتدعي أن هذا شرع الله بهذه الحجة، فأنت تدمر كل شيء. هذا يعني اللي يخلي واحد دائما في حالة حيرة، يعني أنت ترى الأمر غير منطقي وغير ولا علاقة له بالعلم ولا علاقة مصالح الإنسان ولا علاقة له بالصحة. فأنت عندما تشوف هاي المرأة يقول لك عمرها 9 سنوات لا يمكن أن يتم اعتبارها امرأة ناضجة وتسوق سيارة مثلا، يعني على السيارة مهما بلغ عمرها يعني معناته يعني هاي تطلع بالقماط، يعني تطلع أول عمرها بسنة رضيعة ويزوجوها. فتخيل أنه هذا تعارض، وبعد ذلك يجي يقول لك أنه الدين صحيح بالكامل. هذا يعني وعقلاني ويقول عقلاني ويقول هو عقلاني هو بتاع كله كل هو يحل كل شيء، يعني هو سنفور غضبان وزعلان وما له علاقة، يعني يقول لك أنا كل شيء عندي صحيح وهو كل شيء غلط. زين إذا أنت صحيح أخي قدم لنا نموذجك، قدم لنا برنامجك، إحنا ما عندنا مشكلة. يا ريت لما دام أنت مسيطر على الناس هيك وتغسل عقولهم فأنت عندك قدرة على التحكم بهم، أوكي موافقين، يعني خلينا نصير براغماتيين. تفضل أخي، أنت مسيطر على العقول، قدم لهم شيء جيد وقدم لهم صورة جيدة، ويعني تقبل المتغيرات ولا تتحدث الناس أنه أنت يجب أن ترجع إلى الماضي، وتعتبر كل واحد يتحدث بالمنطق الحديث أو بالوقائع الحديثة وتعتبر هاي عبارة جديدة منتشرة. أنت من المنبهرين بالغرب، من المنبهرات والمنبهرون بالغرب. يا أخي منبهر يعني هاي كل هالمصارف الغرب الكافر يعني تخيل هاي كلها قبالة قبالة قبالة، هي القبالة دخلت في الإسلام. شوف الإسلام دين جميل كونه دخلت ثقافات أمم مثل المسيحية. المسيحية على خلاف مثلا الزرجشتية، الزرجشتية بقي محصور في حيز جغرافي واحد لم يرفض، تكلس كذا، يعني لو لم يوقعه الإسلام لأوقعته المسيحية أو المنوية، أو المنوية قضي عليها بحد السيف. يعني اليهودية نفس الوضع، عبارة عن دين محصور لا جديد فيه. الإسلام والمسيحية امتلكت آفاق عالية جدا بسبب دخلتها ثقافات الشرق والغرب وأفريقيا وآسيا والآريين والساميين والحاميين واليافتيين وما بعرف شو، كمان نوح مخلف كمان. تمام، فهو دين حقيقة مميز من ناحية التنوع. سيطرة رجال الدين هي ربما يعني أعطتها تخلف الشعوب. يعني توما الأكويني في أوروبا، لو أنت أتيت كل بعلماء المسلمين الشيعة والسنة وضعتهم في كفة واحدة لا يعادلون في المسيحية توما الأكويني الذي كان مسيحا آخر تقريبا، لكن لم يحاربه أحد. ما جرى هو التنوير الفكري للعامة الذي بدأت تضع رجال الدين جانبا. لم يحاربوا الدين، لم يحاربوا الأفكار الدينية، لكن قاموا في حركة تنويرية. الحركة التنويرية غير موجودة، حتى مثقفين للأسف يعني مؤدلجين بطريقة ما أو موجهين بطريقة ما، سواء مفكري العلم النفس أو التاريخ أو معظم العلوم. لذلك هم ينتجون حتى الذي يتبع المثقف أراه يخرج مشوها بطريقة ما. وكيف التشويه؟ يعني هو يعني توما الأكويني أيضا كان محافظ جدا وقدم قراءة متطرفة للدين، لكنه كل ما في الأمر انتقل من اعتماد على الإفلاطونية اللي كانت يعني من أغسطين من القديس، وبعد ذلك جاء توما اعتمد على الأرسطية وقدمه بصورة جديدة اعترضوا عليه
وكان هو من يعني كان قائد حمله ضد الرشديه كان في وقتها، ويعني هو ايضا قام بالتنوير، لكن التنوير على المستوى الديني كما قلت انت. لكن ما اقصده هو ان المجتمع تنور واصبح بالنسبه له الدين يعني او دور رجل الدين ينخفض مقابل دور العالم والفيلسوف. يعني ابن تيميه نفسه صديقك في عام 2000 وما بعرف كم 1200 تقريبا، عندما قال في كتابه، هو كتاب هائل جدا على فكره، ابن تيميه لو ترك يكتب او يقتل وكتب في الفلسفه لاصبح لدينا فيلسوف مسلم مثل ارسطو. كتابه نقد المنطق كتاب هائل جدا، وطرح به فكره ان ارسطو قد اخطا، المنطق لا يقاس في الرياضيات بل يقاس في الفيزياء. هذه الفكره قالها الرجل غير المناسب في الزمن غير المناسب في المكان غير المناسب للشعب غير المناسب، لذلك مرت مرور الكرامه. لكن عندما جاء أظن فرانسيس بيكون طرح هذه الفكرة وقال لقد خدعنا أرسطو، فالمنطق يقاس بالفيزياء وليس في الرياضيات. هنا أصبح لدينا حركة جديدة جدا في فهم الأمور في أوروبا، لكنها طرحت من في المكان المناسب عند شعب صناعي تجاري. نحن فلاحين، يعني الفلاح يحب أن يكرر نفسه، الصانع يحب أن يبتكر. فلماذا تطورت الصين بهذه السرعة؟ حول دونك الفلاحين إلى صناع، هذا ما فعل، تغير تفكيرهم تماما. فنحن ما زلنا ممكن اختلف قليلا مع الاستاذ حميد انه تحياتي. انا اعتقد انه الاسلام، هذا الراي طبعا، انه الاسلام في الاصل هو كان مذهب يهودي ولكنه دخل في البيئه العربيه. يعني العرب في الاصل ليس لديهم سوى انهم مثلا هم احرار في كل شيء. يعني حتى عندما تجد القران عندما ينقل عنهم عندما يقولون إن هو إلا الدهر وما يميتنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين، هذا لا يعني أنهم كانوا ملحدين. الثقافة الوثنية لم تكن تؤمن أن الله هو خالق، الله هو مجرد أو الإله الآلهة كائنات موجودة مع واقع مادي، فعاد عندهم أنه هذا الإله يساعد هؤلاء الناس، ولكنه لا يأمر، ليس لديه الشريعة، ليس لديه، يعني الإنسان كان حر بشكل كامل. ولكن عندما جاءوا بهذا الفقه اليهودي، وأعتقد أنه في نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي هم شعروا كأنهم يريدون أن يضفوا نوع من القداسة على الدولة، فجاءوا ب، يعني حتى لو تجد لو تقرأ يا صديقي أنه ما يسمى بالمشنا وشروح التوراة، تجد كأنك تقرأ الفقه الإسلامي شيء مشابه. الإسلام ليس به رجل دين أولا، يعني هو ألغى الوساطة أو الأسرار في اليهودية والمسيحية وجعل علاقة العبد في ربه. هنا يعني هذا يعني جعل رجل الدين أو الأشخاص الذين يعني درسوا الإسلام يتصدون لمهمة إعادة رجل الدين وفرض العلاقة عن طريقهم مع الرب الموقعين عن رب العالمين. يعني أسوأ من هذا العنوان ما فيه. بالنسبة للشو اسمه لليهودية أو لجزيرة العرب لم تكن وثنية، الوثنية كانت حالة صغيرة جدا فيها، يعني مكة وبعض المناطق، لكن جزيرة العرب المنطقة الغربية يعني من العراق إلى عمان كانت مسيحية نسطورية وبها مجوس قليل من المجوس، من الشام إلى اليمن كانت مسيحية يعقوبية ويهود. من يعني المدينة كان ندرس نحن أنه فيها مثلا بني النضير وبني قينقاع و غيرهم بني قريظة، ثلاث قبائل. المدينة كانت كلها يهود تقريبا، فيها أكثر من 20 قبيلة يهودية من المدينة إلى حدود الشام تقريبا، هذه كله كان يهود، وهذه القرى كان يهودية. يعني قبيلة عذرة، قبيلة عبس يعني عنترة يهودي، مزدت جزيرة العرب عبلة يهودية، يعني ثلاث أديان كانت هي المسيطرة أو الدينين، المسيحية اليعقوبية والمسيحية النصرية واليهودية. فمكة ظهرت في منطقة ليس بها، يعني الإسلام ظهر في منطقة ليس بها يهود، التي هي مكة. مكة كانت وثنية وأحناف، الأحناف ليس مذهب واحد، يعني لا يوجد مجموعة نسميهم أحناف، كل واحد حنفي لحاله. يعني في واحد يهودي ما اقتنع في المسيحية فعمل توجه لحاله خاص فيه. لدينا وثنيين وجدوا أن الأوثان ليست ذات قيمة، بحثوا في المسيحية وبحثوا في اليهودية لم تقنعهم فتحنفوا. فلدينا يعني أحناف كثيرين في جزيرة العرب. الإسلام ظهر في منطقة بداية السنوات الأولى أو السنوات المكية في منطقة ليس بها يهود، مسيحية سابقا، يعني كانت خزاعة، كانت
يعني تسيطر على مكة، ثم عدت قريش انتزعت خزاعة منها. هؤلاء كانوا على الأوثان، أما قبل ذلك جرهم كانت مسيحية، ربما الكعبة نفسها كنيسة كانت. يعني لدينا في ابن هشام يذكر أن الرسول عندما فتح مكة وأمر في تدمير الأصنام المحيطة بالكعبة، وكان هناك صورة للسيد المسيح وتحمله العذراء وهو طفل، الأيقونة الشهيرة يعني نعرفها. وأيضا لدينا قصة أخرى أنهم عندما أرادوا هدم الكعبة وإعادة بناءها في قصة الحجر الأسود الشهيرة يعني اللي أحدث فيها، وجدوا في شقوق الصخور عبارة عن أوراق مكتوبة وفيها نوع من الأدعية مثل اللي عم توضع في جدار المبكى أو هيك شيء. حتى أنا عندما أوكل إلي ترميم المساجد السبعة في المدينة المنورة، المساجد السبعة هي مكان خيام القادة كبار الصحابة يعني وقت غزوة الخندق، حفروا خندقا وخيموا خلفه مسجد الفتح اللي هو مكان خيمة الرسول، مسجد عمر، مسجد أبو بكر، مسجد علي، مسجد سليمان سلمان. هذه من ضمن ما وجدت في شقوق الجدران المساجد، كان يعني مكتوب في الهندي تمام بالأردو يعني خط عربي لكن شو اسمه، وعم يكرر نفس الجملة. وجدت من وضع صور عائلته ومن وضع شيء خاص فيه، جزء من قماشة يعني قطعها من ثوبه وحطها، فموجودة يعني أنا أرى أنها عادات موجودة قبل اليهودية. يعني عندما نقول الإسلام امتداد اليهودية، طب واليهودية امتداد للأوغريتية، والأوغريتية امتداد للأكادية، والأكادية امتداد للسومرية، عد إلى سومر تجد كل شيء، عد إلى سومر تجد كل شيء. وهذا هو الهدف. نعم هذا هو الهدف. هي منطقة لها دين واحد اختلفت شرائعه، واليوم لدينا شرائع الصفوية للأسف هي التي تسيطر على جزء كبير من هذه المنطقة. وليس يعني أنا عملت حلقة اسمها نحن وإيران العداء الأبدي. لا أنا ضد العداوة. لا أنا حقيقة درست التاريخ، إسقاط حضارة الشرق تم على أيدي الإيرانيين عند سقوط بابل. نحن خرجنا من التاريخ، يعني يوم سقوط بابل خرجنا من التاريخ وأصبح محتل، يسلمنا إلى محتل. حتى عندما استقلينا بطريقة مشوهة عرجاء يعني. فدائما هناك كارثة خلف هذا الجبل، دائما هناك كارثة تنتظر العراق خلف هذا الجبل. وأن سقط العراق نسقط نحن بالدومينو معه، يعني العراق هو الحصن، هو يعني الدرع الأساسي. فأنا يعني ما تجنيت، أنا قدمت الوثائق التاريخية لكل مرحلة من مراحل التاريخ الإيراني. يعني اليوم تعال العراق، احتلوا العراق 1160 سنة، أين آثارهم في العراق؟ يا رجل حتى المغول تاركين آثار في، حتى يعني الإسكندر على فترة الصغيرة شوف شو ترك، الرومان شوف شو تركوا، الفرنسيين والإنجليز شوف شو تركوا. طب 1160 سنة ما هو الأثر الحضاري التي تركه البرس في العراق؟ لا شيء، بالعكس. طيب ماذا لو قال إيراني مثلا، شخص إيراني يقول أنكم يا سيدي أنتم أصلا احتللتم بلدنا، يعني إيران محتلة بالإسلام منذ 1400 سنة يعني، والذي حصل يعني الشيء الذي لم يكتبه التاريخ. كلام صحيح يعني، أيضا كلامه صحيح. نعم لكن نعم، فهو سيعتبرك أنك، هو سيعتبر نفسه هو ضحية لثقافتك العربية الإسلامية مثلا. يعني رأيت كتابات لكتاب إيرانيين، طبعا هم في الخارج ليس في الداخل، يقول حتى يعني يقولون خدا أحمق هارا دوش دارت، معناها أن الله يحب الحمقى، لأنه هو يستفيد منه يعني. هذا بالفارسي معناه أن الله يحب الحمقى، وهو كتاب رائع طبعا. في عندهم شاعر شعير مثل الجواهري يعني بوزن الجواهري أو نزار قباني، يا الله إن كان في الجنة عرف فخذني إلى النار، قصيدة شهيرة جدا موجودة يعني. طبعا الفترة قبل الإسلام كانت فترة جيدة، يعني هم حاربوا الإمبراطورية الرومانية البيزنطية وكادوا أن يسقطوا العاصمة، يعني حاصروا العاصمة لولا يعني خدعة أو أمر ما حصل مع شير براد في الرسالة التي سلمت له من قبل هرقل، وبعدها أصبح هناك زواج يعني بين ابن هرقل وابن هرقل وابن شير براد أو العكس، ولكنهم حاصروا العاصمة وكادوا أن يسقطوها، وكان الفار من هذه الجهة وهم من هذه الجهة وأطبقوا عليها تماما، لكن خديعة ما أو سبب ما جعلهم. فكانوا في فترة الإسلام عن فترة مطولة، وكتب هيرودوت يعني عن طريقتهم في الحياة، عن حتى يذكر حادثة لطيفة أنه في مجلس يعني مع الملك، عندما يتخذون قرارا فإنهم يسكرون أولا ثم يصوتون، فإن اضطروا أن يتخذوا قرارا دون وجود مشروب فإنهم يصوتون ثم يعودون اليوم الثاني يسكرون ويعيدون التصويت.
أتكلم عن كرهم الكذب، تكلم عن يعني لباسهم، وكانت فترة جميلة، لكن لا يمكن أن أقارن تاريخهم الذي بدأ حوالي عام 700 قبل الميلاد بتاريخ العراق. وحتى جزيرة العرب، يعني جزيرة العرب أنجزت حضارات يعني وكانت رافدة الحضارات، يعني إن لم تكن بها مدينة مثلا مثل أوروك، لكنها كانت أساسا لبابل وأساسا لماري وأساسا لإبلة وأساسا لحتى أشور شمسي حدد من فين؟ بدوي عموري اللي أسس مؤسس الإمبراطورية البابلية، بدوي من المارتو. المارتو هؤلاء اللي يتجولون من حدود الشام إلى حدود اليمن. صحيح، هو هو تبقى لكن إيران هي دورها كشعوب كان دورها كبير بالإسلام، يعني الإسلام بدون الإيرانيين والفرس ما كان الإسلام هذا أصلا. هو كإسلام كدين بدون وجود المفسرين وعلماء اللغة والعربية بأكملها يعني لن يوجد إسلام ولن يوجد عربي. شوف 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 عد إلى تاريخ البشرية بكل هاي آثارهم، أنت تقول أنت مو طالب هاي آثارهم، عد إلى تاريخ البشرية بكل حضارات بما فيها الفارسية، أين هي مؤلفات الفرس قبل الإسلام؟ مؤلفات الوحيدة اللي الإسلام دمرها يعني لحظة المؤلفات الوحيدة التي ظهرت في فارس هي ما كتبه مدرسة الرها عندما يعني أضايقهم الرومان فهاجروا إلى جندسابور، وهناك ظهرت كتابات سريانية في هذه المنطقة قبل الدولة العباسية. أعطني اسم مفكر أو كاتب أو أديب واحد فارسي الدولة العباسية أو الإسلام قبل المقفع. قبل المقفع شو عم نتكلم في الدولة العباسية قبل لا نذهب إلى حجر بهستون مثلا في بهستون في إيران. حجر بهستون يعني بالآخر مكتوب في الأكاد يعني اللغة الرئيسية في الأكادية. إيه وهم استخدموا اللغة الأكادية. حتى الخط اللي ابتكروا ما استخدموا إلا يعني في حالة نادرة. هم كتبوا بداية في المسماري، ثم كتبوا في الأكادي، ثم كتبوا في الأرامي، ثم كتبوا في العربي. حتى خط لم يبتكروا. هذا أولاً. ثانياً نسيتني الجملة اللي بدي أقولها. بالنسبة للي دخلوا أو العلماء سواء كانوا أطباء أو فقهاء أو لغويين أو غير ذلك، أعطني في أمة واحدة في المنطقة وربما في العالم كله كاتب واحد فقير، هيرودوت، هوميروس، ديودوروس الصقلي، فيدياس، غيره غيره غير. جميعهم من النخبة. لم يكن الفقير قادرا أن يدرس ولده. لأول مرة في تاريخ البشرية تقدم الدولة الإسلامية إمكانية الظهور لابن الفقير، فنجد ابن الوراق وابن البيطار وابن ما بعرف شو، جميعهم هؤلاء من طبقة التي لم تتمكن الحضارات السابقة من. فالفضل يعود للعباسيين وللمسلمين في ظهور علماء فارس وليس لبلاد فارس، مثل اليوم لما بيجي ألاقي شو اسمه دكتور باخوس ولا شو اسمه تبع النانو شو اسمه زويل ولا هذا الفضل لأمريكا وليس لمصر. فاروق الباز أخذ دكتوراه في شو اسمه حطه مدرس في كيمياء، تمام كيمياء حتى مش فيزياء اختصاصه، فراح اشتكى للوزير قال له أنا اختصاصي دكتوراه في الفيزياء حاطيني كيمياء، قال له يعني معك دكتوراه حصل عليك الكيمياء يعني يعني فالفضل يعود للعرب في ظهور العلماء الفرس وليس للفرس. لماذا؟ الطريقة التي عملت فيها الدولة العباسية طريقة مبهرة. بغداد في هذه الفترة كانت تكتب بأكثر من 30 علم لم تتجمع لأمة، يعني الصين لديها 3-4 علوم والهند لديها 4 علوم ومصر لديها علوم وأثينا لديها علوم، لكن لم تجتمع 30 علما في مدينة واحدة إلا في بغداد. فهذه النهضة إلى اليوم أنت تراها في الخليج وأنا أراها. السعودي يقول لك والله حنا بدو ما نعرف لا في التكييف ولا بالكهرباء ولا بجيبوا ليفهموا، تمام، فيجيبوا الناس اللي تفهم يشتغلوا، لكن هم يرعوا هذا التطور، هم رعوا بمالهم وبمجهودهم وبطريقة التفكير. هذا ما جرى أيضا في الدولة العباسية، قالوا إحنا عرب، جابوا حنين بن إسحاق وغيره وغيراته تعالوا ترجموا. يعني المأمون كان عندما يحاصر مدينة وعليها أن تدفع الجزية يرسل نخبة من العلماء الجزية عليكم 500 كتاب، يرسل علماء وبينقوا 500 كتاب، وعندي 50 أسير كل أسير بكتابين إذا عندي 600 كتاب. فلا يعني علينا أن لا ننكر هذه الفترة. أنا أرى أن لولا الدولة العباسية حفظت ما حفظت من علوم اليونان وعلوم الرومان وعلوم الهند لا فقدنا كثير من التراث. يعني اليوم تعال على سقراط مثلا أو أفلاطون أو كذا، أين مؤلفاتهم؟ جميعها أعيد نقلها إلى العربية، العرب هم اللي حفظوا. والعرب من جابوها؟ لا 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 ل
حتى نعرف القضية بالكامل كيف حدث. هو لو الموضوع مختلف بس هذا خلينا بعد فتنا به. المهم اللي حدث فترة ظهور الدولة العباسية بالعهد الأول يسمونه، حدث أنه هم كانوا بحاجة إلى تأسيس دين جديد، وكان هناك إشكالات كبيرة، وهناك الأغلبية العامة هم المسيحيين في العراق وسوريا والشام، ولحد فترة قريبة الأغلبية المسيحية في سوريا خاصة. على كل حال اللي حدث قالك احنا نسوي دين جديد، احنا مجموعة عندنا الحكام هم من العرب القادمين من منطقة يثرب، خلينا من مكة لأن بها قصة أخرى. المهم أكو تشكيك بوجودها، المهم هي وجدت أو لم توجد هي مش مشكلة كبيرة، لأنه لا أقاطعك في عندنا حوليات خوزستان أو عربستان كتبها يعني القساوسة، تعرف حوليات يكتبوها أكثر من قس، يعني هي دفتر دائم للكنيسة يذكر أبو موسى الأشعري ويذكر قادم الوليد ويذكر بناء الكوفة ويذكر المفاوضات ويذكر الهرمزان وكيف كان يقيم بالمفاوضات ورجال دين مسيحيين، ويذكر أن هؤلاء العرب ليسوا وثنيين بل لديهم مدينة فبناها إبراهيم ووضع بها معبدا ورسولهم خرج منها إلى مدينة وسماها مديان، تمام. ويذكر قصة يعني يذكر القصة كأنها متطابقة إلى حد كبير مع ابن كثير. هو غريبة بس هو مو فكرتي، أنا فكرتي شيء آخر. صحيح هاي قضية تحتاج نقاش، لأنه لو أنه هذه مال أوراق خوزستان كثير يعني ما أعرف سبب عدم الاهتمام الكبير بها، ما حاولت أتابع الموضوع بس ما تابعت. يعني منحولة يعني؟ لا مش منحولة وموجودة ما أعرف شنو السبب، لأنه يعني لا تذكر دائما ببحوث. أنا أتابع بحوث المستشرقين وخاصة المستشرقين الجدد أو مو المستشرقين، لأنها تدمر قصتهم، تدمر القصة يعني. هي لا هي بغض النظر يعني هم قابل يخافون على شو، هم باحثين دول هذول فطاحة يعني فول مو فولكر اللي كان مع بدر شبرون إيش كان اسمه، نفس الشيء عندما التفت إلى هذه النصوص عاد قصة كتاب أظن أورد فيه 250 وثيقة، هو شارك يعني هو من ضمن مجموعة إنارة ومن الآباء المؤسسين وكان شريف أيضا، وكتب كتاب عن وثائق الإسلامية، وثائق الإسلامية حتى في كتاب تانج الصغير تانج القديم في الصين يذكر البعثة التي أرسلها أمير مؤمنين دشتي أمير مؤمنين العرب وقابلوا إمبراطور الصين. لدينا مسجد شيان هذا بني قبل أن يبنى في الشام أو العراق مسجدا، بني في الصين شيان سعد بن وقاص. لا 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 مسجد سعد بن وقاص طلع، أنا حاطلي عليه كذا 100 دولار رايح على هناك ابن وقاص طلع ابن وقاص مدفون بالبقيع، تمام. بس هو القضية وين أنا اللي أذكرها حتى ما نطفر، هذا موضوع ثاني، هذه راد لحلقة واحدة، بس قصدي إنه كيف بدأ عصر التدوين، إنه بدأ عصر التدوين من قبل أبو جعفر المنصور، كلف أبو حنين بن إسحاق أو لا يا مو حنين لا ابن إسحاق إبراهيم اللي كتب السيرة النبوية محمد بن إسحاق. المهم اللي هو كان من أولاد واحد من سبي دير من السريان دبس ايام خالد بن الوليد عندما دخل واحتلوا العراق، فواحد من اولاد واحد من السبي ابنه محمد بن اسحاق اللي راح بالمدينه عاش. المهم القضيه وين بدا حمله التدوين، هنالك مشروع امبراطوري من قبل جهه حاكمه قالت ان نحن نريد ان نؤسس ايديولوجيا، ما معناه انه نريد ايديولوجيا معينه لهذه الدوله وتاسيس دين. كان الموديل في تصوري انه كل دوله أو إمبراطورية جديدة يجب أن يكون لها دين رسمي ولغة رسمية. هذه بدأ الصرف على هاي المسألة، أنه نحن نحتاج إلى دين رسمي ودولة رسمية تمثل هذه الدولة، يصير الأرضية الإيديولوجية العقائدية لهذه الدولة واضحة. اللي صار شنو؟ فكلفوا جماعة الإسكندرية بقايا من جماعة الإسكندرية وبقايا من جماعة أنطاكية وبقايا من جماعة بيرسيبولس في إيران في إيلام، هؤلاء هم جلبوا الكتب وجلبوا الأطباء. وهذه بيرسيبولوس من الذي فتحها؟ بيرسيبولوس أصلا هي من جماعة يعني من جماعة من مو كسرى آنو شروان من جدة أعتقد موسابور واحد من أجدهم ما أذكر واحد من أجداده، سوى عملية مشابهة للعملية اللي سواها المأمون وأبو جعفر المنصور، قال إنه إحنا نريد تجيبوا لنا كل المخطوطات اليونانية والأرسطية الموجودة. الحفظ حصل من اين؟ حصل الحفظ حصل من في بيرسيبولس. المخطوطات الاصليه للفلسفه اليونانيه جلبت من بيرسيبولس وقبل الاسلام بحدود 100 سنه و200 سنه، فمن حفظ هذه الاشياء بالاصل هم
الإمبراطورية الفارسية كان ملك ما ذكر. السريان الذين هاجروا من، وهم جابوهم من أنطاكيا. اثنين عندك أنت شو اسمه مكتبة المسجد الأموي، هذه يتم تجاهلها أيضا. بدأت دار الحكمة، نواة دار الحكمة كانت في دمشق وليس في بغداد، ولدينا ترجمة تمت، وخالد بن يزيد يعني عمل مكتبة في الآخر، يعني كان في كتب لكن في فترة خالد بن يزيد جاب أقباط وكتب في الكيمياء وكذا، حتى يقال أن جعفر الصادق تلمذ على يديه وغير ذلك. وأصبح لدينا مكتبة ولها أمين مكتبة، هي اليوم في موقعها في المسجد الأموي، هو صالة المتحف الذي حاليا يعني موجودة متحف. فيبدو أنها نقلت في وقت سقوط دمشق على يد العباسيين، نقلت هذه الكتب ربما إلى، ليس لدينا كثير روايات عنها لكن لدينا روايات عن مكتبة اختفت أثرها فجأة في فترة في بداية الفترة العباسية. فالعملية ليست فجائية، يعني ليست فجائية، عملية مرتبة أو بدأت. يعني العرب عموما يحتقرون الكتابة، يعتبرونها صنعة، وهم يحتقرون الصنعة، يعني هو يعرف يكتب لكن ما مستعد يكتب بأجر، يكتب اسمه على صخرة، يكتب كذا، يكتب عقد بينه وبينه تمام، لكنه أن يعمل أجير سواء كاتب أو يعني وزير كلها يعني صنعة، فلا يقوم بها. إلى هذا اليوم لديهم تحرج كبير من عمل الصنع، من الصنع، أن يكون صانع وتأتي أنت بفلوسك تشغله، هذه مش ضابطة. أنا هذا أعترض، أنه أنا في رأيي أنه لماذا، أنا أعتبر أنه كان للفرس دور في وجود حضارة في الإسلام، لأنه لدينا إمبراطورية أموية كاملة ممتدة من أفغانستان وحتى الأندلس، ولا يوجد لدينا كتاب عربي واحد يعني تركه لنا بني أمية. يعني طيب لو قلنا أن العباسيين هم قضوا على التراث الأموي، إذا كان هناك شيء اسمه تراث أموي، لماذا هذا الإبداع خرج فقط بعد دخول أبو جعفر وأبو مسلم الخراساني، يعني كل هذه الموارد الآتية من موجودة؟ يعني المكتبة لدينا عنها أقوال كثيرة، يعني ليست حتى موقعها نعرفها، مساحتها نعرفها، موجودة، ما تزال موجودة يعني، لكن الكتب تبعها التي كانت موجودة ليست. لكن وجود أمين مكتبة، يعني مكتبة لها أمين ولها موظفين، أنت لديك كمية كبيرة من الكتب، ليس كتاب وكتابين أو عشرة، وترجمت كتب في الكيمياء وكتب في الفلك وغير ذلك. الأمويين لم يكونوا يحتاجون إلى العلوم الدينية مثلا، كونهم كانوا مسيطرين وأقوياء، ليس لديهم معارضة، قضوا عليها، يعني ابن الزبير وغيره ابن الأشعث والآخر قضوا عليها، فما كانوا كثير محتاجين للفتاوي. اللي يحتاجوا للفتاوي هم العباسيين، لأن وضعهم كان قلق بين الصراعات. أي صحيح، بس هو الأمويين معنى هذا أن الأمويين كان الدولة قامت، الأموية قامت على أكتاف يعني الكادر الروماني القديم، وهذا معروف. نعم، الوزير الأول، من هو الوزير الأول؟ يعني يوحنا دمشق، يوحنا دمشق، لا أبو والده، والده منصور اسمه، يعني منصور بن كذا، من على اسمه. نعم، هذا حفظته يعني. أساتذة العزاء، أنا أعتقد هذا موضوع يستحق حلقة نقاش خاصة، يعني أستاذ حميد يعني فتح هو بعد هو احنا مرجعنا بعد يعني هو انا مضطر ان اطلع، لكن احييكم واشكركم اعزائي. شكرا لك، شرفتنا، مع السلامه. فصديقي، هو المساله تتحدث عن موضوع المخطوطات، الدوله العباسيه، ولو هذا موضوع مختلف الان، حتى بعدين ممكن نفصله بحلقه يعني اقص الفيديو واخليه خاص بينا بهذا الموضوع. الموضوع هو أن المخطوطات في الفترة العباسية والمأمون بدأت حملة، تم جلب كل المخطوطات من ثلاث أماكن، اللي هي أنطاكيا وإسكندرية، لأن إسكندرية قبل الإسلام عندما تم حرقها أو شيء من هذا القبيل نزحوا علما إلى أنطاكيا أو حران بشكل عام، لا مو أنطاكيا، حران وأنطاكيا قبل حران، أقصد حران والرها. من أتى أيضا هؤلاء ذهبوا جماعة كلها في قبل الإسلام في بيرسيبولس، وعندما أجى المأمون قال أتى مو بجابوا المخطوطات، جابوا المخطوطات والذين كانوا يعملون هنالك، واحد منهم جندي 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 يسوع، جندي يسار، شو اسمه، راح نبالي اسمه، جندي يسار أو شيء اسمه، وأولاد جماعة حنين بن إسحاق من الصابعة أجوا من حران، يعتبرون من المندائيين أو مو مندائيين، من عبدة حراني. أي عبدة الإله سين كانوا يسم يعني، أو إشراقيين عموما يعني. فهنا الخلطة هذه، فعندما نيجي نتحدث نقول بأن القضية تتعلق بالحكام العرب اللي هم حكام دولة قريش، يعني دولة قريش، لن لا عرب ولا بطيخ، هم شركة قريش القابضة،
شركة قريش القابضة، وهم صراعات بيناتهم لحد هذا اليوم. كل واحد يقول لك أنا جدي محمد وجدي ابن قريش، ونفس القصة يعني لحد الآن. حتى الملك فاروق قال أنا نفس محمد وأصير خليفة، يعني كلها بدأت ترقص على هذا الوعي. فهي بالقضية بأكمال إحنا حكام، وتقول لك العربي لا يصنع ولا يعمل ولا ولحد هاي اللحظة، والإسلام تم تأسيس على هاي الفكرة أن هنالك حكام ورجال دين. هؤلاء رجال الدين هم السادة والأشراف، والبقية مجرد رعاة وعبيد، ويكتبوا لك مؤلفات ابن رشد وبالغزالي الجامع العوام عن علم الكلام. يعني حصن، يعني حصان هذا يجب أن تروضه وتأدبه وتطيع حظه، ويجب أن تضع على فمه اللجام وتضع له هاي يعني هاي بحيث يعني لا يستطيع أن يرى يمينه ويسير كما يسير تسير الدابة. هذا هو الإسلام بصراحة. وعندما وحتى مفهوم الطاعة عندما تيجي يعني حتى أقول لك تأثير فارس وين أنت طالبت هذا الشيء. فكرة الطاعة هي طاعة الله ورسوله متكررة عشرات المرات بالقرآن، لكن فكرة الطاعة لها علاقة بعهد أردشير يا أخي. النسخة طبق الأصل عندما تيجي على المدونة الإسلامية التشريعية والفقهية والعقائدية تجد مفهوم الطاعة نسخة طبق الأصل من عهد أردشير. أي مسألة جاي تغيب عن الدين. الإسلام تقريبا مو فقط يعني أخذ أحكامه وفريضة وصلاة من الزرادشتية والقصص وخلطها مع اليهودية، لا، الموضوع هو يقع في صلب التفكير الآن المسلم وفي في في الأنساق الفكرية للمسلمين. هاي القضية يعني قليل الناس تدرك هاي خطورة الموضوع. مفهوم الطاعة الإسلامية هو مفهوم الطاعة الساسانية، هو نفسه. الفرق وين؟ الفرق الخطير انه قال عهد ابشير يقوم على مبدا بسيط، انه يقول لك الملك اساس الدين اساس الملك، هاي المبدا الاساسي. وهاي عهد ابشير اردشير كمخطوطه موجوده وترجمها شو اسمه ابن المقفع بزمن الدوله الامويه، وايضا عبد الحميد الكاتب، وايضا واحد اسمه سالم ثالث يعني من زمن الدوله الامويه. هؤلاء اشتغلوا على هذا الموضوع. ونظام الخطابه ونظام حتى الرسائل والفرمانات الأموية ما أعرف شو كان اسمها، لها اسم يعني. يعني عندما يصدر التعليمات يقوها على المنابر، يعني البيانات يكتبها كان عبد الحميد الكاتب، وكان يكتبها سالم، واحد اسمه سالم أيضا. هم دول كلهم ثقافتهم فارسية. أنا يعني أرى أن الدور الفرسي الثقافي لم يكن قويا، دور اليهودي هو الأقوى، كون يعني هو يعني كون من دخلوا الإسلام هم من اليهود والمسيحيين، والمسيحية طبعاً هي امتداد اليهودية يعني بكتاب واحد. خذ مثلاً مثال، عندما سجن أبو حنيفة وعنان بن داود سجنوا في سجن واحد. عنان كان يعني في مات الحاخام، ففي هو معتبر نفسه الحاخام الرسمي، في حين اليهود انتخبوا غيره وعينوا غيره، فبدأ يصير مشاكل، فسجنوا الخليفة وسجن مع أبو حنيفة. خرج يحكي في القياس ويعني تمام، وأبو حنيفة أخذ منه، هو أخذ من أبو حنيفة الوراقين في القرائين. شو اسمه؟ عنان بن داود القرائين. طائفة القرائين اليهودية إلى اليوم ما تزال قائمة، هي طائفة يهودية على مذهب أبو حنيفة. صح. وطبعاً أبو حنيفة أيضاً هو الآخر أخذ منه. أنا أرى أن السريان لما كتبوه من تفاصيل دينية هائلة، هم وضعوا يعني إضافة إلى اليهود بلايات الدعشنة الفقهية يعني. وأما الأفستا لا نعرف عنه الكثير يعني الأفستا كتاب اختفى من الوجود، ظهر في بغداد عام 1000 ميلادية، وكتب متفقا مع الإسلام. يعني عندما يقولون أن الإسراء مأخوذ من كذا وما بعرف شو، لا، والصلوات الخمسة والوضوء، لا، أنا أرى أن الأفستا هو الذي أخذ، رغم أنه زرادشت أقدم، لكن الأفستا كتب ليتوافق مع هذا الدين. هو كان شفاهيا يعني. نعم، لكنه كتب ليتفق مع الدين المسيطر، كما كتب فقها في الفترة العباسية يتفق مع الحاكم المسيطر. فلا نستطيع أن يعني ندين هذا ونبرئ الآخر. لهذا السبب أنا تشوف دائما عندما أطلع وأتحدث نادرا ما أشير إلى مسألة التأثر الإسلام بزرادشتية، يعني ما متحفظ عندها، يعني لهم مش كتب مش الأديان مفهوم. كتب الأديان الموجودة يعني سواء كان صابئة أو عزدين أو زرادشتين، جميعها كتبت في بغداد في الفترة العباسية، وكتبت يعني في كتبت في فترة الضعف الديني، في فترة الدين مسيطرة عليها أن تتفق معه تمام لكي تقبل بالاستمرارية، لأن الدين الإسلامي على خلاف الدين المسيحي. الدين الرومان مثلا لما كانوا يدخلوا يعني اما قتل او مسيحيه، ما عنده شيء اسمه جزيه ولا عنده شيء اسمه اهل الكتاب ولا حتى المذهب المسيحي الاخر مرفوض عنده. الاسلام اقل عقائديا في هذا، قبل في بعض الاديان وبدا يجد لها فتاوى ومخارج مقابل الجزيه.
لكن يعني هي بنفس الوقت يعني المفروض كان يعني كمان تزوق على حالها وتضبط امورها مع الاسلام يعني. هذا اللي شغل. لا هو اكو شيء يعني تفطن انه مساله مو سماحيه الاسلام، لا وانا اعتقد الموضوع له علاقه بالظروف، الظروف الحكم في ذلك الزمان، وايضا في بحاجه الحكام، حكام دوله قريش او دوله، هي دوله قريش معنى عائله قريش، الدوله لها علاقه بالعائله، حكام عائله قريش او دوله قريش مو معنى الدوله الحديثه، عندما اقول دوله قريش معناتها عائله قريش او المنتسبين الى عائله القرشيه، مثل ما دوله بني عثمان، دوله بني بني فاطم الفاطميين، دوله الصفويه الحكم الصفوي وهكذا. فكان الحكام يريدون تشكيل دين وكما قلت وتأسيس أساس أيديولوجي، لكن المشكلة وين؟ كانوا يعتبرون هذا الدين خاص بهم فقط، خاص بدولة قريش، يعني أنه الإسلام بعد ذلك أصبح هناك تشريع من هذا، لكن في الفترة الأموية كان الدين يعتبر مسألة خاصة بالمسلمين فقط. لهذا السبب تشوف أنه تأسيس مدن مثل الفسطاط، مثل البصرة، مثل الكوفة، واسط مدن هي معسكرات عسكرية، معسكرات للفاتحين، يعني مو مدن يعني كانت موجودة، لا هو معسكر ومعسكر فاتح. فهذا هؤلاء هم المتدينون، كل من أتى ودخل في الإسلام فهو لم يدخل في الإسلام في الأصل، هو أصبح مولى. وحتى أصدر بعد ذلك قبل زمن عمر بن عبد العزيز أصدر أمر بأنه إحنا ما نقبل دخول الإسلام مريت، لأنه يسقط عليك الجزية، يعني شو حصل من عندك يعني؟ يعني خسرني. وقبلها ايضا اللي اسقط الجزيه هو عمر بن عبد العزيز، يعني المسيحي كان ان دخل الاسلام تبقى عليه الجزيه، لذلك هو مكروه من قبل رجال دين المسيحيين، لانه بزمنه صار في دخول كبير للمسيحيه من المسيحيين للاسلام، كونها اصبحت يعني اقتصاديا افضل ارخص يعني هكذا. هو حتى على فكره هو مدفون في دير، مدفون في دير مسيحي، مدفون في دير مسيحي على فكره، هذه ايضا اشاره يعني هاي وحده هاي كيفون عليها جماعه روايه معاويه يقول لما نعنا عون لي عمرا لقد نعيتم سراج الحق والدين بها به غيب الرمسون إذ رمسوا بدير سمعان فطاط الموازين. هي هيك الشيء يعني أنا فكرتي أنه تصور عندما تقرأ التاريخ بطريقة مثلك، يعني أنا بالنسبة شوية أنا أكثر تطرفا منك بالقراءة، بس أحاول دائما أنه أشذب أطراف التطرف. أنا في القناة تبعي جهزتها، يعني اختاريتها وعجزت العنوان، سميتها هبدولوجيا من الهبد يعني، تمام، لأنه علم التاريخ عدة أنواع، في العلم هذا الرخيم لما تقرأ فيه تنام على طول اللي هو الأركولوجيا تبع الدكاترة والبروفيسورية فلكن أنا صنفت البحث التاريخي إلى يعني هريولوجيا اللي هو الكلام الفارغ يعني، ثم الأحلوجيا يعني مثلا العربي يرد على الكردي واليمني يرد على، ثم الهبدولوجيا، وأعلى مرتبة في البحث هي الفشخولوجيا. هذا الفشخ يعني الفشخ يعني فشخولوجيا هذا قلنا هذا بايرام هذا دعشولوجيا أكو دعشولوجيا إيه لا بس مسافر على الصين ما بدي أعمل بث حاليا بس هذا واحد جديد الصين الوجه لأنه اليوتيوب محظور هني، كل وسائل التواصل نستخدمها محظور، الصين عندهم وسائل أخرى يعني ما يستخدمها عارف عندهم، حتى عندهم فيسبوك خاص بهم نعم الويشات كذا وبرامجهم رائعة. إيران هم الآن عندهم فيسبوك خاص بهم. طب ممنوع الواحد يطلع الوجه تبعه عندهم خاصة النساء، كيف فيسبوك يسمونه حجاب بوك، حجاب بوك يسمونه كذا لا 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 بإيران لا كل شيء يطلع، بس هاي شوية شعرة تطلع منها هاي مسموحة حلولس هذا أيوة حلالولجيا حلالولجيا بس انت المهم هي الفكرة اليوم انه الموضوع متعب جدا بالعراق اللي صار، وانا اعتبره لا موضوع هو خاص بكل المنطقة العربية، انه مشكلة الديني مع ونرجع للموضوع نفسه، انه عندما نتحدث عن الدولة العباسية انه اللي حدث شنو؟ ظهور مجموعة من رجال الدين، رجال الدين ورجال التفسير والقراء، على القراء مو اليهود، القراء المسلم من ايام الفتنة واستمر، وحتى من ايام حروب الردة يعني القراء بعد ذلك تم عدد كبير من الجنود، فهؤلاء القراء بعد ذلك تحولوا وصاروا كانوا مشاركين بالفتنة عثمان، وبعد ذلك اصبحوا خوارج بزمن الرسول بزمن الإمام علي. هؤلاء هم كانوا بذرة التمرد التي استمرت والتي اعتمدت على النص القرآني، وقالوا هذه المخطوطات فيها كل شيء وكل الأجوبة. فمع الوقت صار بدأت الصراع استمر، وطلعت الجهمية وطلعت يعني جهم بن صفوان والجبرية والدهرية
وهاي الجماعة كلهم دولة، وتم قتلهم قال حسن البصري. لكن بإجت الدولة العباسية اللي حدث هو هذا، أنه الرجال الدين، وهاي النظرية يعني نظرية ما بها إشكالات كثيرة طبعا وتثير أسئلة ويحتاج يعني تدقيق أكثر، أنه رجال الدين ماذا فعل؟ أنه من أتم أبو حنيفة رفض دائما كان أتم تيار مختلف عن تيار السلطة. هذا التيار المختلف بدأ يعمل بطريقة أنه يؤدلج الناس دينيا، وبدأ يشكل حضورا واسعا في الرأي العام في ذلك الزمن، أو في الجمهور، الجمهور العامة. رجال السلطة ماذا فعلوا؟ حاولوا أن يفرضون سلطتهم عن طريق المعتزلة، عن اختيار جانب العقل، وبدأ التحشيد وبدأ التدوين لكي يعقلون الأمور ويسيطرون على العامة. لكن رجال الدين رفضوا. أول من رفض من أبرزهم أبو حنيفة نفسه، اللي توفى سنة 150 هجرية، يعني بعد تأسيس بغداد بعشر سنة، 12 سنة تقريبا، يعني 168 ميلادي، 768 ميلادية أو 262 ميلادية. وأيضا بعد ذلك فترة طلع ابن حنبل، وهاي المجموعة، هؤلاء كان لهم خط خاص بهم مختلف عن السلطة. السلطة كانت تحاول أن تعقل الأمور، لأن أي سلطة تريد تحكم لابد أنه تعتمد على الإدارة وعلى التفكير العلمي وعلى الابتكار، لا يمكن أن تعمل السلطة بطريقة غيبية أو تجمع بين الأمر، أنه ممكن تكون سلطتها إلهية تدعي، لكنها عمليا هي دولة تصير إمبراطورية براغماتية. لكن هؤلاء اللي طلعوا من بدأ بن الزهري وعروة بن الزبير، أيضا من دولة جماعتهم دولة اللي أحاديث، وهم من تلاميذ عائشة يقال، هؤلاء كلهم أسسوا الحديث، وبدأ الحديث ينتشر، أصبح سلطة عظمى داخل الجماعة، جماعة المسلمين أو السلطة الحاكمة. الناس المسيحيين وهي أغلبية لكن مهملة، يعني ليس لهم شأن في إدارة الأمور، في التحكم بما يجري. هذا اللي صار. القصاصين في بداية. أي موجودين بس ليس لهم شأن بالأحداث. في رأس الحرم. كانت أحاديثهم سياسية أكثر من هي دينية، يعني كل حديث تحسه مثلا فضائل الشام. فضائل الشام، شو فضائل الشام؟ منين الفضائل؟ حتى النبي ما طلع فيها بتاريخها. فضائل الشام ليش ظهر هذا الحديث؟ لأنه يعني كان ثقيلا على المسلمين أن تنتقل الخلافة من مدينة رسول الله إلى مدينة مسيحية، فبدأت تظهر أحاديث عن فضائل الشام، والشام لها فضائل، ويوم الحشر راح يكون فيها، ومش عارف إيه، والنبي عيسى راح ينزل فيها إلى آخره. تجي مثلا لما نقلت إلى الكوفة، بدأت نحن نبط من كوثي ونحن ما بعرف شو، لما راحت على مصر خير أجناد الأرض أهل مصر. فدائما كان في أحاديث تبرر حادثة معينة في هذا هو هذا القصد أنه أصبح هناك سلطتان، سلطة سلطة الحاكم اللي هو الخليفة، أو سلطة السلطة القرشية، وهناك سلطة الفقهاء. نعم. سلطة الفقهاء بدأت تشتد حتى وصل زمن لخلق القرآن في القصة، واللي يعني أزمة سياسية. الفقهاء رفضوا انخراط السلطة. قبلها أبو حنيفة رفض أن يكون قاضي القضاة، بعد ذلك التلميذ أبو يوسف أصبح قبل بالموضوع، وكانت تعتبر خيانة يعني للفقه وللدين، وأنه حكم جائر ويجب أن لا نرضخ. طبقة الفقهاء ابن حنبل كان قمتها محنة ابن حنبل، وبعدها المتوكل قبل رضخ للموضوع، وأصبح هنالك السلطة دينية من قبل الفقهاء ورجال الدين، أي وأصبحت هذه السلطة ملزمة لرجال الحكم. بذلك الفقهاء قالوا ما هو وظيفة الدين؟ ما هو وظيفة الخليفة؟ وظيفة الخليفة هي حماية الدين، أي دين اللي وضعه الفقهاء. صحيح. ولحد الآن هذه القضية سائرة. هذا اللي أنا رأيي، أنه الناس لحد الآن لا تدرك أن السياسة والسلطة والمجتمع وكل شيء في مجتمعاتنا هي تابعة للدين. صحيح يصير خلافات، صحيح يصير ضغط على الدين، لكنها مسألة مرحلية. هذا الفكرة مالتي يعني. هذه القصة من أيام قدامش أولا، يعني رجل السياسة ورجل الدين واللعبة بينهم والشد والجذب والتعاون أحيانا والتضاد أحيانا موجودين. لكنك ذكرت كل ما ذكرت الشافعي، يعني قبل الشافعي أبو حنيفة قال بالقياس والاجتهاد، ورفض الأحاديث كلها تقريبا ما عدا المتواتر منها واعتبرها غير ملزمة. ابن حنبل قال لا، كل الأحاديث حتى الضعيفة، يعني بدك تتصرف ما لقيت حديث صحيح. يسمون جماعة الرأي وجماعة الحديث، تضبط أمورك. غيره قال بطريقة أخرى، لما إجى الشافعي اللي هو جمع كل هذا وبكتاب صغير اسمه الرسالة، هذا الكتاب ما نزال نعيش فيه،
ليس مسلمين فقط، بل حتى المسيحيين في بلادنا أصبحوا يسيرون على هذا المنهج، لأن الإسلام هو الأكثرية ونحن فرضنا طريقة التفكير وطريقة الحياة، فأصبح المسيحي يعيش على الشافعي، الشافعي هو أهم رجل في الإسلام بعد الرسول الكريم، هو بولس الإسلام، هو الذي وضع السكة، سكة القطار الذي نسير عليها ولسنا قادرين عن نحيد عنها إلى هذا اليوم. لا، وكتاب الرسالة أيضا مهم. نعم، الرسالة هو الفكرة ما ضاف عليه، هي هنا القضية الخطيرة جدا اللي الآن ما ندركها بشكل جيد، أنه ما ضاف على بالضبط الشافعي، وهو كان من معارضي، كان على وشك أن يقتل من قبل أبو جعفر المنصور. نعم. لأنه تم إرسالة من اليمن. نعم، هو كان مع يعني شيعة ابن الحنفية أعتقد. نعم. لا، ابن الحنفية أعتقد. لا، ابن الحنفية ما تفكير قبلهم. لا، مبكر. لا، شيعة ابن زيد. نعم، علي ابن زيد. أي المهم، فهذا صار ما لا فعل، جلبوه، وبعد ذلك نوصل إلى بلاط الملك أو أبو جعفر الوحيد الذي لم يقتل، يعني لم يسلم إلى السياف، هو الشافعي. بعد ذلك انقلب حاله. ماذا فعل هذا؟ هو اللي من تلاميذ أيضا مالك، يعتبر كان بطفولته يعني بالمدينة. المهم، هو هذا الرجل ماذا فعل بالضبط؟ أتى بالنص القرآني والأحاديث، وتحديدا النص القرآني، فوضع أبواب برسالة. عندما تفتح الرسالة تعرف ماذا فعل. قال بأن كل شيء له علاقة بالنص، كل المعرفة بأكملها نستمدها من خلال النص. اختفيت وره على كله. فالنص هو من خلاله نعرف كل مبادئ الحياة وماذا نفعل. غيرت الكاميرا، اختفى. المهم، فقال انه كل ما نفعل هو العلاقة بالنص القرآني، والقرآن كل آية وقسمها لأبواب، انه باب مثلا ما يتعلق بالزواج، ما يتعلق بال يعني بالقتال، بالجهاد، ما يتعلق بالعمل، ما يتعلق بكل باب من أبواب الحياة. هو وضع على باب، وبعد ذلك استشهد بآيات، ومن أنت بدأ يستنبط الأحكام. هذا التقسيم أصبح قضية أساسية في بين مجتمعات، يعني أصبح منهج بالتفكير. المنهج الغربي أو المنهج اليوناني أو المنهج الفلسفي بشكل عام والفكري يقوم على أساس مختلف، ليس على أساس النص، إنما على أساس الطبيعة، إنه هو العقل. المنهج اليوناني قام على العقل، المنهج الحديث بالتفكير يقوم على أساس الطبيعة، نحن نستمد أحكامنا من الطبيعة بشكل عام. على كل حال، أشكر حضوركم أصدقائي جميعا، وهذا راح نقسمه قسمين اللقاء، إنه نقسمه قسم الخاص بموضوع التزويج القاصرات، والجزء الثاني راح نضع في حوار عن موضوع الدولة العباسية وتأسيس الدولة العباسية، وهذه كل ما يتعلق بالجانب التاريخي، وخاصة مع الصديق والباحث ماهر حمد. شو صار؟ أنا في الجوال تقريبا عم يفضى، فما ظل عندي إمكانية متابعة، ما كنت مستعد أصلا لشو اسمه. أوكي، خلاص، وبعد إذا هاي نسوي لنا حلقة خاصة عن موضوع التدوين إذا شنو رأيك؟ تمام، حلو حلو. إذا صار الموضوع تحدده، تمام، لأن الموضوع شيق أعتقد، يعني موضوع بداية التدوين البابلي، فإذا تريد تختار موعد ونحكي على التفاصيل. تمام. فقط كنت بدي أجاوب على سؤال قبل ما يفتح الشحن. فطيمة العزيزة، أولاً أنا رايح الصين لا توصي شيء، ثانياً الكثير من القصص الإسلامية يعني سواء الغزوات أو كذا تحتاج إلى إعادة مقارنة بالنصوص التاريخية التي كتبت الموازية لهذه الأحداث، سواء خيبر أو قريظة أو زواج الرسول، حتى رسائل الرسول لا تصلح أن تكون قد أرسلت، لأن لم يكن هناك لا هرقل في الشام ولا مقوقس في مصر في العام السابع للهجرة. فالقصة تحتاج إلى إعادة يعني توثيق تاريخي، يعني وضع الرواية مقابل الوثيقة. تحياتي لكم جميعا. أوكي، شكرا جزيلا، وتحياتي، وشكرا أيضا لصديق سهيل، وأتمنى نلتقي قريبا، خاصة يعني عندنا سجالات انا وماهر يعني ثقيله الوزن. سهيل رائع، هذا الرجل رائع جدا. لا، سهيل ايضا عنده رؤيه مختلفه وجميله. فنشوفكم خير، بس بلغني انت تكون مستعد. يعني انا قاعد، ما عندي من الصين الشقيقه، بس ارجع من الصين الشقيقه. سلمنا على الصين، انا هم عندي سفره يجوز قريب عليك يعني. حياك الله، مع السلامه. يلا، شكرا اصدقائي، ومع السلامه. شكرا، خير.